ورسالتي الأخيرة لشباب يحبوا الدكتور الحق، كم أحييكم وكم أحبكم وكم أحترمكم، لأنكم شباب واعي فاهم المهنات وقابلين أنكم تخوضوا معنا مرحلة النضال مرحلة الكفاح، وما خليكوناش مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء، مرحبا بكم أينما كنتم، مرحبا بكل من يتابع فينا من داخل تونس ومن خارج حدود الوطن، وتحية خاصة وخالصة لكل الوطنيين الأحرار والوطنيات الحراير إلا مرابطين ومناضلين ولا ينشروا في التنوير وينشروا في الفكر التنويري ويكشفون الحقائق على الأقل من موقعهم الشخصي ومن حساباتهم الشخصية على الفيسبوك. اليوم كنا باش نعملوا لايف ديريكت معناها، لكن فما عديد المعطيات الجديدة وفما بوتيتر فما دي زيليمون اللي يلزم نعديوهم الليلة للمشاهدين متاعنا، هذاك علاش عملتها بالتكنيك متاع افي اون ديريكت هذيا بالابليكاسيون. دونك اليوم كانت عندي في الجزء الاول ساعة باش نعدي لكم توا، كانت عندي مداخلة إذاعية الصباح على أمواج إذاعة المهدية ام اف ام. طبعا المداخلة هذه كانت مخصصة لملف الأستاذة عبير موسي، ومشكورة الزميلة ملك لفتيتي المقدمة متاع الماتينال متاع الصباح، ومشكورة ام اف ام وإدارة ام اف ام على أنه معناها الفرصة هذه اللي سنحت للحديث عن ملف الأستاذة عبير موسي بالتفاصيل المغيبة إعلاميا وبكل الخبايا والخفايا التي يتم تعتيمها إعلاميا عمدا لعدم أو
دمغجت العقول ولفتح باب التأويلات لكون عبير موسي هي راهي مش محاكمة سياسية، راهي محاكمة قضائية، وراهي ارتكبت أخطاء و و و. اليوم تسنت لنا الفرصة باش نعدي لكم الليميسيون كلها، فيها تقريبا 28 دقيقة المداخلة متاعي كاملة على ملف الأستاذة عبير موسي. كما قلت لكم لأول مرة تسنح الفرصة في إذاعة هكا بالوقت هذا بالمارج هذه متاع الوقت الكافية للحديث عن ملف الأستاذة عبير موسي وعن كل ما يحاك ضدها في إذاعة رسمية. دونك اليوم كما قلت لكم المداخلة هذه أعتقد وأنها ستكون مداخلة تاريخية التي تسرد وقائع ملف الأستاذة عبير موسي ونضالاتها و و و. دونك باش نبداو الجزء الأول من الحلقة هذه بهذه المداخلة الإذاعية أو هذه الحلقة الإذاعية اللي باش نتفرجوا عليها توا مع بعضنا، وأنتظر تعليقاتكم. قبل ما نبداو في الجزء الأول وقبل ما ندخلوا في اللايف متاعنا الليلة، نطلب من كافة متابعينا ومتابعاتنا أنهم كالعادة خاطر الضرب متاع الصفحة متواصل يبارتاجيو الفيديو هذه قد ما ينجموا على صفحاتهم على مجموعاتهم، وتو تشوفوا بعد مجمرينها معناها الفيديو كل ما نهبطوها الفيديو إفي اون ديريكت تلقاها توصلش ل 2500 بارتاج، ما تفوتش 15000 مشاهدة. دونك وكأنه فما تلاعب واضح بأعداد المشاهدات، لكن هذا لن يثنينا. 15000 مشاهدة اللي باش يوقفوها في عدد ال 15000 مش مشكل، إذا كان تفرجوا 15000 ووقفتوها غادي سي بون راج التنوير وانتشر الخبر كالناري في الهشيم، مش مشكل. ال 15000 اللي تفرجوا هذوكم اللي قيدتهم انتوما بدورهم سينورون غيرهم، ستنتشر الأخبار وستنتشر الأفكار وسينتشر التنوير على أوسع نطاق. دونك بارتاجيو الفيديو هذه قد ما تنجموا في صفحاتكم في مجموعاتكم لأصدقائكم، بعثوهم على الخاص في كل هوين ما تلقاو فرصة باش تبارتاجيو بارتاجيو به. الجزء اللي هذا الجزء الأول. الجزء الثاني بطبيعة في ترابط مع الجزء الأول بطبيعة، اليوم الحزب الدستوري الحر كنا قد أعلننا منذ 3 أيام تقريبا ولا منذ يومين مع الأخ عياض عليك في حوار خاص وحصري كاتب عام جامعة المنستير عن تنظيم الجامعة متاع المنستير للحزب الدستوري الحر لثلاثة أيام احتفال بذكرى 2 مارس 1934، ذكرى البعث اللي تسميت بعث الحزب الدستوري الجديد ومؤتمر البعث من دار عياد. اليوم هو اليوم الأول لهذه الاحتفالية. الحقيقة اليوم في مناخ بارد في مناخ ممطر الحضور كان مشرفا، العباد جات لقصر لمدينة قصر هلال المناضلة من كل حدب وصوب. نعديو لكم بعض المقاطع، احنا كله بالموثق صورت بعض المقاطع شخصيا باش نوريكم الناس اللي حضرت باش نوريكم الأجواء كيفاش تعدات رغم كما قلت لكم قساوة الطقس والظروف المناخية اليوم، يعني اليوم الخميس ناس تخدم الأكسيون صارت فير ما 3 تقريب، دونك الناس تخدم والحضور هذاك الكل موجود والشباب هذاك الكل موجود، فهذه بوادر إيجابية وهذا يؤكد على كونه الحزب الدستوري الحر هو حزب هياكل وحزب مؤسسات وحزب صلب، تكوين سياسي صلب لا يمكن الاقتراب منه حتى إن استعملوا كل آليات الدولة وأجهزة الدولة لحل هذا الحزب أو لإيقاف نشاطه فهم لن يقدروا على هذا التيار المتجذر في العائلات التونسية، المتجذر في المواطن التونسي في مخيال المواطن التونسي لن يقدروا على ذلك. دونك هاني باش نعدي لكم كيف كيف دي باساج من بعد، باش نعدي لكم كيف كيف من بعد مداخلتي في دار عياد في وسط الحضور الكريم الحضور الدستوري الكريم، مداخلة صغيرة بسيطة بضع الدقائق تخليدا لهذه الذكرى الوطنية والذكرى الوطنية. اليوم نورمالمون الأستاذة عبير موسي عندها قضية متاع الجريمة الانتخابية سوا ديزون اللي نسبوا لها صفحة كونه قامت بخرق الصمت الانتخابي، ما نعرفش الفيديو هذا راني سجلته تعدي لكم إيفيون ديريكت حد للسبعة متاع العشية ما فماش خبر عن النطق بالحكم، لأنه النطق بالحكم المفروض يصير اليوم وإحنا في انتظار هذا النطق بالحكم، لكن مع ذلك مش مشكل إحنا موجودين أول ما نسمعوا بالحكم في هذه القضية سنروجه لمتابعينا في شكل ستاتيو أو فيديو صغير أو كلك سوا. دونك إذا كان خرج الليلة هو يا الليلة يا غدوة الصباح على أقصى تقدير نعرفوا شنو الحكم نتاع القضية هذه. دونك كان خرج الليلة نعديه لكم إن شاء الله بعد اللايف أو نعطيكم في ستاتيو شنو هو الحكم، وإن شاء الله زينة وإن شاء الله الأستاذة عبير موسي منصورة لأنها مظلومة ولم ترتكب أي جريمة من الجرائم التي تنسب إليها اليوم. دونك هذا هو تقريبا الفحوى نتاع هذا البث المباشر الليلة.
هات نبداو نتفرجوا مع بعضنا في مداخلتنا اليوم في ماتينال ام اف ام، نتفرجوا مع بعضنا وفي انتظار تعليقاتكم طبيعة وقراءة تعليقاتكم، هنا مع بعضنا نتفرجوا ثم نعود. كفل. نرجع معك انت عبد السلامة. باه يا سيدي، الأستاذة عبير موسي يظهر لي ملف أكبر مظلمة سياسية تعرضت لها تونس في تاريخها المعاصر. هات نبداو من الأول باش الناس تفهم، خاطر فما الحقيقة تغييب إعلامي كبير أو تعمد من جل وسائل الإعلام تقريبا معظمها، ما نحبش نجمع معناتها ما نحبش نعمل جينيراليزاسيون، لكن الملف نتاع الأستاذة ما خذاش حقه إعلاميا، ما خذاش الحيز الإعلامي الكافي، لأنه كما قلت لكم الأستاذة عبير موسي هما توا يحبوا يروجوا بعض المحللين السياسيين كونه راهو ملف قضائي ماهوش ملف سياسي كونه كذا. لا، الأستاذة عبير موسي هي رئيسة أكبر حزب حاليا موجود في البلاد، والمرأة هذه الناس كل تعرف مواقفها من 2011، يعني إلا باش يقول ما نعرفش عبير موسي أو وسيلة الإعلام إلا باش تقول غابت علي عبير موسي وتصريحاتها ونشاطاتها، يظهر لي فهو واهم، لأنه حتى بدليل نتائج سبر الآراء الكل متاع الدولة التونسية وخارج تونس، يعني تبوأ الحزب الدستوري الحر إلى اليوم في المرتبة الأولى إذا كان وقعت انتخابات تشريعية، وتبوأ رئيسة الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثانية إذا وقعت انتخابات رئاسية، هذا ما ينجم حتى حد ينفيه، هذا هما يخرجوا فيه. دونك أنت كيف تجي اليوم لرئيسة أكبر حزب في البلاد ويقع الإيقاف هذاك والتنكيل هذاك، وهني باش نحكي عليه وباش نقف على أهم المحطات نتاعو منذ 3 أكتوبر تاريخ احتجازها القسري إلى اليوم، يعني كيف يقع التنكيل هذا الكله برئيسة الحزب هذا، شنو المراد منه؟ وإحنا نعرفوا إلا الأستاذة عبير موسي كانت أول سياسية ورئيسة حزب أعلنت نيتها للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، يعني وهذا راهو مش عن فراغ، هذا الهياكل متاع الحزب الدستوري الحر بشكل رسمي وبحضور عدل المنفذ وفي جلسة رسمية عملتها اللجنة المركزية للحزب صوتوا للأستاذة عبير موسي وفوضوا الأستاذة عبير موسي للترشح عن الحزب الدستوري الحر، وكانت قد أعلنت ذلك مرارا وتكرارا سواء على صفحتها الرسمية أو في بلاغات رسمية للحزب على إثر انتهاء الاجتماع متاع اللجنة المركزية، أم على المنابر الإعلامية اللي استضافتها آنذاك قبل ما تتغشش عليها المنابر الإعلامية دونك انت لهنا عندك رئيسة حزب مرشحة للانتخابات الرئاسية، شنو اللي يصير؟ انا اللي يثير استغرابي اكثر وعلاش ما ركزتش عليه المنابر الإعلامية هو يوم 3 اكتوبر الأستاذة عبير موسي توجهت الى مكتب ضبط بقصر رئاسة الجمهورية اللي هو من حق كل مواطن تونسي، هذه من ابسط حقوق المواطنة انه يعمل تظلم، اي مواطن بغض النظر يكون سياسي يكون محامي يكون مواطن عادي يكون موظف ما يهمش معناه شنية القضية متاعه ولا شنية المظلمة اللي تعرض لها، هذا من حق اي مواطن تونسي. يعني الأستاذة عبير موسي علاش مشيت؟ خلينا نذكر هي لانه الأستاذة عبير موسي قدمت طعون ضد الانتخابات هذه اللي تعملت درنيرمون متاع المجالس الجهوية والمحلية والقاعدية والإقليمية وكلا باش تولي فيها انتخابات بالقرعة، يعني اعتبرها شخصيا فضيحة انتخابية. دونك المحكمة الإدارية قالت لها يلزمك تجيب لي ديشارج متاع تظلم من عند الجهة الرسمية اللي أصدرت المرسوم متاع الانتخابات هذيك اللي هي رئاسة الجمهورية لأنه مرسوم رئاسي. بالتالي الحزب الدستوري الحر بعث مبعوث عن الحزب يوم 3 أكتوبر 11 متاع الصباح تقريبا، وتم رفض قبول هذا المطلب من طرف مكتب ضبط رئاسة الجمهورية، سكيني با نورمال، اللي هي حاجة مش عادية. علاش؟ الله أعلم، لأنه من الحزب الدستوري الحر، ما فماش تفسير آخر، خاطر فما مواطنين قبل التاريخ هذاك وبعد التاريخ هذاك توجهوا المكتب ضبط رئاسة الجمهورية وخذوا في ديهم دي شارج. علاش يعني المبعوث من الحزب الدستوري الحر ما ياخذش دي شارج؟ دونك كيف ولا ما خذاش دي شارج المبعوث متاع الحزب، توجهت الأستاذة عبير موسي ومش وحدها، هزت معها عدل تنفيذ محلف يخدم على روحه، وهزت معها محامي لدى التعقيب، وتعدى هذا الكل اون ديريكت باش لدرء أي تأويلات يمكن تصير. الأستاذة عبير موسي توجهت بكل احترام إلى مكتب الضبط وطلبت، طبعا منعت من الدخول إلى مكتب الضبط، شفناها معناها دو فيديو ديريكت ما زالوا موثقين لليوم، إلا لا فيهم تهجم لا فيهم الفصل 72 لا أحلوها بموجبه وتوم بعد اتنحات القضية ونحكيوا عليها، كانت تحكي الأستاذة عقيلة، لا فيهم رفع المواطنين على حمل السلاح وتقاتلوا بعضهم، هذا الكل ما فماش. داير احنا طلبنا منهم يخرجوا الكاميرات سيرفيونس متاع القصر لتأييد التهم المواجهة للأستاذة عبير موسي أو نفي تلك التهم، خاطر مش معقول نحطوا مواطن في الحبس 4 شهور ونص ونرفضوا باش نخرجوا دليل براءته أو دليل إدانته اللي هو ليزيكستريم تاع الكاميرات سيرفيونس، لليوم فما تعنت كبير من السلطة وما طلبوش إنهم حتى يشوفوا الكاميرات سيرفيونس،
لي زيكستريم تاع لي كاميرات سورفيونس. هنا شنو نفهموا احنا واشنو يفهم المواطن العادي؟ يعني يفهم كونه الاستاذ عابر موسي مظلومه مع زوز فيديوهات اللي ريناهم على المباشر، تشد اوراق كيما هكا تعمل لهم راهو هذو مسلاحي راني تلاتة ورقات باش ناخذ فيهم ديشارج. هذا العالم الكل شافه معناه. دونك انت شنو اللي يستدعى ايقاف المراه هذيك بالطريقه هيك يوم 3 اكتوبر؟ وشنو لا صار وقتها؟ حتى كيف خرج لها الامن وقالوا لها راهم ما يحبوش يقابلوك ولا شنو الديسكوسيون اللي صارت سمعوها التوينس الكل، قالوا لها راهو مش ممكن تدخل ومش ممكن تاخذ الديشارج. شنو عملت الاستاذه عابر موسي بما انه معها عادل منفذ وعارفه شنو باش يصير، متوقعه هي شنو باش يصير؟ هذاك علاش هست معها عادل منفذ، قالت لهم هاني قاعده لهنا لين الخمسة ونص. علاش الخمسة ونص؟ انتهاء توقيت الإداري متاع مكتب الضبط أي. اللي هو إدارة اون فان كونت. دونك باش العدل التنفيذ يعمل التقرير متاعه ويعمل المعاينة متاعه اللي هو تم رفضها للدخول لمكتب الضبط وقبول التشكي متاعها أو الأوراق اللي ماشية باش تقدمهم. انت لهنا سؤال اللي يطرح، انت كمكتب ضبط باهي انت منعتها، كنت تنجم تاخذ مثلا بوريفيتي المشاكل اللي فيه الكل، كنت تنجم تاخذ منها الأوراق ذوكم تقطعهم وتحطهم في البوبال وما صار شيء وتخرج هي تروح على روحها وما يصيرش هذا الكل وما يصيرش. لكن هما فما تعنت كبير، هذا الا شاهدناه باهي. من بعد طريقه ايقافها واحتجازها وقتها ما عرفناش وين هزوها وما قالوناش، كانت فما طريقه مريبه حسب ما قالت هيئه الدفاع عليها في اكثر من مناسبه يعني، وتم اقتيادها الى مركز حلق الواد بعد ما قيادات الحزب قعدت تدور مراكز تونس الكل باش لقاتها اونفان في حلق الواد، ويتم منع دخول المحامين نتاعها للبحث الامني الاولي في مركز حلق الواد. هذا مخالف لكل التشريعات ولكل القوانين. هو الإرهابي، الإرهابي الذي يتم إلقاء القبض عليه من حقه باش يدخل المحامي متاعه ومن حقه باش يدخل معاه المحامي متاعه. دونك حسب ما تقول هيئة الدفاع الأستاذ عابر موسي تقول داروا بها قريب 40 عون أمن في مكتب حلق الواد، ومن بعد سمعنا تعكر حالتها الصحية وسمعنا هذاك الكل حتى اقتيادها. حسب ما يقول هيئة الدفاع تقول كونه فما عنف كبير في اقتيادها إلى مقر احتجازها القسري ومن بعد إلى بلوتو إلى مركز حلق الواد ومن بعد إلى مقر احتجازها القسري بسجن المنوبة. دونك هذايا إلا صار تقريبا يوم 3 أكتوبر. باهي نزيد نعطيكم ما حاجة ما أقوى، ريت هو صار نهار 3 أكتوبر هذا موثق. المحضر متاع الإيداع أو البطاقات الإيداع هذيك كلها ولا صار الكل محرر بتاريخ 2 أكتوبر، يعني هي الواقعة صارت 3 أكتوبر والقرار في إيداع عابر موسي متخذ يوم 2 أكتوبر. هذا خرجته هيئة الدفاع وفما تشكيات من هيئة الدفاع وفما برشة طلبات قدمتها هيئة الدفاع لفهم هذا الموضوع هل أنه خطأ. وهنا علاش هو يفتح الباب للتأويل؟ لأنه السلطة القضائية ما تجاوبش. أنت لهنا عندك راهو ملف رأي عام، ما هوش قضية عادية متاع زوز من الناس تعاركوا في الشارع. عندك رئيسة أكبر حزب في البلاد مسلط عليها الأضواء داخل تونس وخارج تونس كيف كيف، على تحركاتها على نضالاتها على اعتصاماتها على كل ما تقوم به وكل ما يقوم به الحزب الدستوري الحر. دونك عندك هنا ملف رأي عام وأكبر قضية رأي عام أعتبرها في تاريخ تونس بعد 2011. ما شفناش قضية رأي عام قد القضية متاع الأستاذ عابر موسي إلا تم الحديث عليها من طرف المنظمات الأممية من طرف المنظمات الدولية والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان و و و والشعب التونسي أيضا. دونك شنو اللي صار لهنا؟ تم اقتيادها ومشيت لمقر احتجازها القسري. كل ما تطلب هيئة الدفاع متاعها حاجة ما يتمش النظر فيها، مطالب صراح ما نعرفش توضيحات، مطلب متاع استخراج كاميرات المراقبة، هذا الكل تعنت تام من السلطة. يعني علاش ما نحبوا نفهموا احنا علاش يا اخي ماهيش مواطنة تونسية في نهاية المطاف؟ حتى كان نختلفوا معاها سياسيا، حتى كان نختلفوا معاها ايديولوجيا، يا اخي المرأة ماهيش مواطنة تونسية كاملة الحقوق والواجبات. يا بريتو عابر موسي محامية، كيف تخرج تعطي تصريح ولا تخرج في نقطة تنويرية ولا في وسيلة إعلامية، تعرف للمحامي يعرف شنو يقول، يعرف شنو خرج من فمه. يعني الأستاذ عابر موسي لم تقم بجرم شهده وعاينه التونسيون، بالعكس دور عابر موسي كان مفصليا في 25 جويلية. شكون اللي عمل 25 جويلية 2021؟ يا اخي مش عابر موسي اسقطت الاخوان من البرلمان وغزرت لاش الغنوشي وقتلوا قتلوا سنسقطك وبالقانون وسنخرجك من ذلك المقعد وبالقانون؟ يا اخي اللي صار الكل والا تبنيت عليه 25 جويلية ماهوش نضالات عابر موسي تحت قبة البرلمان، يا اخي ماهوش المجهودات الجبارة اللي قامت بها كتلة الحزب الدستوري الحر لايقاف كل مخططات الاخوان تحت قبة البرلمان. نسيتوا الاتفاقية متاع قطر اللي كانت باش
تبيع تونس اللي رجعت توا للأضواء وهوكم مغيبينها ما يحبوش يحكيوا عليها إعلاميا، إلا فيها شروط مخزية وفيها شروط استعمارية لتونس، شكون لقاوم الاتفاقية ذيك اللي كانت باش تتعدى وكانت باش تتعدى أوماس الأخوان جي حطوا قوتهم الكل معاهم ائتلاف الكرامة والليزاليين تاعهم الكلهم وقلب تونس وكلهم تحت قبة البرلمان، مش عابر موسي إلا منعوا عليها الحماية الشخصية في تلك الفترة تحت قبة البرلمان باش ينجموا يمروا الاتفاقيات هذيك، اتفاقية قطر للتنمية واتفاقية مجلة المياه وغيرها. إيه ذيك ساعة عابر موسي مشيت من غير حماية ودخلت وشفتوا الناس كلها اللي تعرضت لشتى أنواع العنف المادي الجسدي اللفظي الهتك الشرف العرض الكل هذاك، والنيابة العمومية لم تتحرك وتحركت اليوم ضد عابر موسي. تعرفوا شنو معناها انه يتعدى على المباشر امراه تونسيه؟ مش حتى ما نقولوش يا سيدي هذا مقر سياده البرلمان، اكبر مقر سيادي في تونس واكبر مقر تشريعي في تونس، تخرج منه التشريعات وتنبثق منه التشريعات، الا نورمالمون يحافظ على تشريعات البلاد ويحافظ على هيبه الدوله. وقتها الناس الكل تتفرج، العالم الكل يتفرج على عابر موسى ويتاكل فتريحه من المجرمين تحت قبه البرلمان بالركل بالتشفير بالعنف بالبونيه بلا تحبوا انتوما. معناها شفتوا الا صار لها عابر موسى يوم 30 جوان 2021، إلا بموجبه تسكر البرلمان وبموجبه تعمل يوم خمسة وتعمل خمسة قرارات 25 جويلية هذيك إلا شاهدها العالم الكل، وبموجبه وقف البرلمان عن الأشغال متاعه البريود هذيك الكلها. يعني المرأة التضحيات اللي قدمتها من أجل البلاد خاطر مش من أجل الحزب الدستوري الحر أبريتو كان ينجم يتعدى، وعابر موسي عرضوا عليها الإخوانجية والليزالية متاعهم من أول ما دخلت البرلمان عرضوا عليها مواقع حكومية لكنها رفضت لأنها وفية لشعبها وفية لمبادئها وفية لناخبيها اللي عطاوهم اللي عطاو فيها ثقتها. دونك لهنا المرأة هذه اللي قدمت التضحيات هذه كلها الجسام نكافئها ببطاقات الإيداع الواحدة تلو الأخرى، ولماذا؟ لشكايات معناها توا تبقى الفصل 54 كانت تحكي الأستاذة عقيلة الدريدي. أنا شخصيا كنت ضد الفصل هذايا أول ما تم الحديث عليه في المنابر الإعلامية وقالوا هذا الفصل لمنع السب والثلب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي. عندك الفصل 86 على أعتقد من المجلة الجزائية اللي هو مش قاعد يتطبق، كنت تنجموا أنتم تردعوا به الجرائم الإلكترونية هذية. لكن الفصل 54 اعتقدنا وقتها اعتقاد راسخ كونه باش يكون سيف مسلط على رقاب الكلمة الحرة على رقاب الأحرار، واليوم هنا قاعدين نشوفوا فضيحة. هيئة عليا مستقلة للانتخابات تشتكي بمرشحة للانتخابات الرئاسية، يعني كيفاش تحبني نصدق إلا الهيئة هذه باش تكون مستقلة في المحطة الانتخابية القادمة؟ علاش نحكيه بالمنطق لهنا ماهيش اتهامات به، احنا نعرفوا إلا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب القانون متاعها يلزمها تكون على نفس المسافة من كل المترشحين ومن كل الحساسيات السياسية، هذا المتعاهد عليه. وعمري ما ريت هيئة عليا مستقلة للانتخابات في حتى دولة في العالم حتى البلدان النامية معناها تشتكي بمرشح سياسي إلا في حال جرائم انتخابية، ثبوت جرائم انتخابية. يعني القانون متاعها يقول وقتاش تشتكي الهيئة، مش نحكي من حقها ولا مش من حقها، هذا موضوع آخر تم بعد هيئة المحامين، ودجا قالته البارح الأستاذ كريم كريفة في ندوة صحفية قال الكلام هذا. دونك هل أنه هيئة الانتخابات دورها أنها تشتكي المعارضين السياسيين تبقى الفصل هذا 54 والمرسوم 24 منه إلا يوصل 10 سنين حبس راه معناه تعرف شو ناويين معناه وصلوا شكاو، تبقى الفصل 24 من المرسوم 54 الا توصل عقوبته ل 10 سنين حبس، معناها مشاو للماكس مشاو للتوب في الشكايات نتاعهم. اي شو معناها انت تشكي برئيسة حزب اعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسيه القادمه المحطه اللي عندك القادمه تحضر لها كهيئه، تمشي تشكي بها انت وتحيلها تبقى الفصل 54 والنيابه العموميه سرعان ما تستجيب؟ لا مش سرعان ما تستجيب برك، وقتاش تم فما سنكرونيزاسيون اللي هي تجيب التأويلات؟ وقتاش تم إحالة الأستاذة عابر موسي وإصدار بطاقة إيداع في حقها على خلفية الشكاية المقدمة من هيئة الانتخابات؟ وقتلها تم تجنيح التهمة الأساسية الموجهة لها، تجنيح التهمة اللي هي تتوصل للإعدام حكومتها لكن تحكي عليها الأستاذة عقيلة متاع مكتب الضبط، يعني وقتلها هي تحالت بتهمة هذيك متاع رفع المواطنين على رفع السلاح بعضهم البعض والتقاتل وذاك الكل اللي شفناه الكل ما فماش منه في اللي لايف وفي محضر عدل التنفيذ الرسمي اللي هو حجة ديجا معناها. وقتلها تم تجنيح القضية، يعني ما عادش فما فصل 72 ولات مجرد جنحة اللي تنجم توصل عقوبتها فقط إلى خطية، واللي هي الجنحة بيدها هذه أركانها مش موجودة في ملف الأستاذ عابر موسي في الجريمة الموجهة لعابر موسي، لا ماهيش موجودة أركان الجريمة فيها. بون وقتها تم تجنيح التهمة، يعني يمكن الأستاذ عابر موسي تخرج في حالة صراحة، وقتها نلحقوا شكايات متاع ليزي، وقتها تصدر بطاقة الإيداع سرعان ما تصدر بطاقة الإيداع الأولى على خلفية الشكاية اللي مقدمتها ليزي اللي هي مقدمتها من أكثر من عام،
يعني تحب تقول لي من اكثر من عام القضاء ما نظرش فيها الشكايه هذه، نظر فيها وقت لا تم تجنيح التهمه نتاع الاستاذه عبير موسي؟ هل يعقل معناها هل انه المواطن التونسي المواطنين التونسي بله وسذج لهذه الدرجه باش يتخيلوا انه فقط الملف الاستاذه عبير موسي هو ملف قضائي؟ وشو اللي قالته عبير موسي في هيئه الانتخابات؟ هي اتهمت مسارا بالحجج وبالدليل، اتهمت مسار انتخابي، وهذا دور كل معارض سياسي موجود في اي بلاد. يعني اني معارض، اني معارضك هيك نمشي بالمنطق، اني معارضك كسلطه كتمشي كحاكم ككل شيء، اني معارضك فكريا وفي البرامج نتاعي معارضك وكل شيء معارضك. اي تحبني اني نجي لهيئه الانتخابات تقول لها برافو يعطيك الصحه طلعت لنا انتخابات نتاع 8 فاصل اللي هي اقل نسبه في العالم، اقل نسبه مشاركه في العالم، هذا بالارقام راه شو تحبني نقول لك؟ معناه تحبني نقول لك برافو على معناتها احكام التنظيم ونقول لك برافو على هذا الكل؟ الاستاذ عبير موسي نقدت المسار نتاع الهيئه، نقدته، قالت في عديد المرات هيئه غير شرعيه وبالقانون وعندها الحجج نتاعها وهي محاميه وتعي جيدا ما تقول. دونك شو اللي قالت؟ لا ثبت. نعرفوا راهو الاستاذ عبير موسي يلزم الناس تعرف في كل خطاباتها ونقاطها التنويريه عمرها ما تعمل ثلب، عمرها ما تتهجم، عمرها ما تسب، عمرها ما تشتم، وهذا موثق. اللي عنده غير هذا يتفضل يقدم بها قضيه. الاستاذه عبير موسي عمرها ما توجهت بتهمه او واحد ما عندهاش دليل نتاعها، ما عندهاش الحجج نتاعها المنطقيه والواقعيه واللي تحب انت. دونك لهنا خلينا نفهموا اللي قاعد يصير لعبير موسي الى متى باش يقعد يصير مع هذا بطبيعه مع التنكيل بها في مقر احتجازها القسري حسب ما تقول هيئه الدفاع له. يعني الاستاذه عبير موسي حرمت ومنعت من زياره ابنتيها، مكسبها بنتين، تصور امهم معناها توا عندها براتيكمون قريب تغلق الخمسة شهور في الحبس في سجن منوبه، بنتها تعرفوا بعد البيريود كي كلها وصار الحديث عليها على الاقل اعلاميا شويه، منعت من زياره امها. يعني هنا باي حق؟ باي حق باش تقول لي اجراءات ومضمون ومضمون؟ باي حق طفله صغيره؟ هذا انا اعتبرته مش تنكيل بعبير موسي، تنكيل بالطفوله، لانه بنت عمرها 13 عام مازالت طفله، وتعرفوا مشاعر الطفله وقت لا تتمنع من تتحرم من رؤيه امها ومن تعنيق امها ومن تقبيل امها. هذا كله اللي صار لعبير موسي رغم هذا الكل والتنكيل هذا الكل بيصيرش نخرج به نقطه متاع تفاؤل ومتاع امل. الاستاذه عبير موسي ظلت مرابطه، الاستاذه عبير موسي ما رختش حتى في ريتو معناه الى قاعد يصير الكل توا، تحركات هيئه الدفاع، تحركات الحزب الدستوري الحر مؤخرا، الوقفات العظيمه اللي قام بها الحزب الدستوري الحر حتى بعد احتجاز رئيسته، يعني حتى وهي في السجن وقفات بالالاف وبعشرات الالاف اللي تعملت من طرف الحزب الدستوري الحر. عبير موسي الجمعه اللي فاتت رافعت على نفسها لمده 5 ساعات او اكثر وهي في الحاله هذيك، واقدمت سابقا على اضراب جوع قعد تقريبا 11 يوم وبعده اضراب جوع وحشي من غير لا ماء لا دواء، وهي عندها أدوية حياتية اللي تاخذ فيها معناها، ورغم ذاك جات للمحكمة ورافعت عن نفسها إلى برفقة هيئة الدفاع متاعها بتبيعة ولا المحامين الأجلاء اللي نوجه لهم تحية كبيرة برشا على المجهود اللي قاعدين يقوموا به، لأنه ناس مسيبة برواتها مسيبة خدمها ومسيبة عائلاتها والقضايا تتهاطل ضد منوبتهم الأستاذة عبير موسي، دونك يلزمهم يكونوا حاضرين وجاهزين للتقارير ولكل المرافعات وكل شيء. دونك أنت المرأة هذه تخرج وترافع على روحها في القضية متاع هيئة الانتخابات وطلبت أن تتم مكافحة بينها وبين الممثل الرسمي لهيئة الانتخابات اللي هو سيد فاروق بوعسكر. ما نعرفوش هل سيستجيب ستستجيب هيئة الانتخابات، ونعتقد أنه قضية يعني فمشاكي بمشتكى بها تصير مكافحة، معناه هذا المعهود في القضايا نورمالمون تصير المكافحات. هات خنشوفوا كيفاش الأستاذة عبير موسي تجاوزت القانون في توصيفها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نذكر راهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج متاع العمليات الانتخابية اللي صاروا مؤخرا متاعها نتائج كارثية، يعني لهنا وهذا راهو توصيف معناها ريتو تو حتى التوصيف هذايا ينجم يقول لك فصل 54 هنا نعطي فيه توصيف. انت كيف نجي نقارن مثلا شنو معناها توصيف؟ نجي نقارن باغ اكزومبل لي ستاتيستيك نتاع الهيئات العليا المستقله في دول اخرى والمحطات الانتخابيه اللي قاموا بها وناخذ لي شيفر وناخذ الشيفر نتاع تونس الا اعلنت عليه الهيئه بيدها اللي هو شيفر رسمي، مو الشيفر نتاعنا احنا ولا تبلينا عليها مثلا انك 10% ولا 11% هذوكم، نجي نقارنهم ونقول راهي هذه اضعف نتيجه اقبال على الانتخابات مثلا في العالم. هل اني هنا اتجنى على هيئة الانتخابات؟ هل أني أتهجم على هيئة الانتخابات؟ هذا توصيف.
إذا كان سيمنع المواطن التونسي وسيمنع المواطن السياسي في تونس من التوصيف ومن إبداء الرأي باحترام وبأدب وبلباقة فعلى الدنيا سلام. فما عادش نحكيه على ديمقراطية وعلى حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظم وكل شيء. دونك لهنا في تونس احنا خايفين إلا المسار هذايا باقي مواصل في التعنت متاعه. احنا خايفين وكيف كيف راهو عندنا ثقة كبرى. انا شخصيا عندي ثقة كبرى في شرفاء القضاء التونسي، عندي ثقة كبرى في 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 استقلالية العديد معناها من قضاتنا النزهاء والشرفاء، عندنا ثقة كبرى في انه المرأة باش تاخذ حقها كيف كيف اي انسان اخر. راهو كي نحكي على عبير موسي راهو نحكي على اي انسان مظلوم، مانيش نحكي على عبير موسي اون بيرسون او لا احد وخلي الاخرين في الحبس، لا المظلوم يلزمه ياخذ حقه في البلاد هذه. اذا كان باش نحكيه على ارساء منظومه عدل وعلى منظومه عادله بين المواطنين وسواء سياء كما يقال على المواطنين، فيجب ان ياخذ كل ذي حق حقه في هذه البلاد. واحنا ما طلبناش حاجه مستحيله، احنا ما قلناش ايا اجوا اقتحموا مقر احتجاز القصري وخرجوا عبير موسي، لا احنا ما مش دعاة فوضى، احنا دعاة قانون ودعاة تطبيق قانون ودعاة معناها الناس نحبوا هيبة الدولة ونرسيوا هيبة الدولة ونحبوا تحترم القوانين في بلادنا. لكن رجاء معناها عبروا الناس هذوما. يا اخي انت توا مثلا الناطق الرسمي باسم النيابه العموميه، علاش ما يتكلموش في ملف الاستاذ عبير موسي بما انه كثر الحديث عليه؟ علاش ما يوضحوناش شنو هي الجرائم اللي قامت بهم من الاول في الفصل 72؟ علاش يتم رفض استخراج كاميرات المراقبه؟ خنشوفوا قامت بهالفصل 72 جرائم الفصل 72 هذيه ولا لا؟ علاش تخليوها في الامبيغويتي هكاكا حتى لين كل حد اول وحده مع وجود ابواق في بعض المنابر الإعلامية، أبواق غاشمة، أبواق ستدور الأيام والأبواق ذيك باش ترجع لأصحابها. ما قالوه الكل باش يرجع لأصحابه، يعني إني نستغرب مثلا يكون إنسان توا يحكي على النظافة وعلى العفة وعلى الشرف وعلى مكافحة الفساد وكل شيء كرونيكور، وهو بيدو كان يقوم بحملة لمترشح سابق للانتخابات الرئاسية تحوم حوله عديد شبهات الفساد هو خارج حدود الوطن نهرب. يعني انت اليوم الطهورية جاتك ضد عبير موسي وانت قبل كنت تمجد في مترشح متعلقة به عديد شبهات الفساد، يعني ان لم تستحي فقل ما شئت وفافعل ما شئت. كيف كيف فما ابواق اخرى في منابر إعلامية وإذاعية إلا لا تستحي إنها تتهم الناس وإنها تقزم الأحزاب السياسية، نحكي على الحزب الدستوري الحر، وإنها تتهجم على رئيسته في المنابر وهي في حالة ضعف. هل من الرجولة؟ هل من الرجولة؟ هات نحكيه حتى من الجانب البسيط المنطقي متاع أي مواطن تونسي، هل من الرجولة إنك مرأة في حالة ضعف في الحبس عندها 5 شهور دون أي جريمة ترتكبها تخرج تيح فيها في البلاتوات وفي المنابر وتسب وتعمل؟ راهو الرجل الذي يقاوم خصمه وهو واقف، مش هو في حالة ضعف. يعني باللغة العامية البقرة تتيح تكثر سكاكنها كما يقولوا جدودنا قبل. يعني هذا ليس من خصال الرجولة وليس من خصال الفتوة وليس من خصال الإعلام. الإعلامي دوره يعلي مش يهبط كما قاعدين يعملوا هما توا. الإعلامي دوره يوري يكشف الخنار مش يتستر، هما قاعدين يتستروا على كل الخور وقاعدين يتهجموا في المقابل على الشرفاء. نحكي على بعض الإعلاميين لهنا، يعني مثلا يجي هما بيدهم لي دو كرونيكور اللي نحكي معاهم نحكي عليهم توا خدموا الحملة متاع مترشح كانت متعلقة بها عديد شبهات الفساد وكان في السجن ومن بعد غادر حدود الوطن خلصة وهرب، لليوم ما نجموش يرجعوه. مانيش نتهاجم عليه، ربي يوفقه وربي ظهر حق كل مواطن تونسي، لكن لهنا على الاقل الا باش يدعي الطهوريه والعفه والشرف يكون عنده ماضي على الاقل شريف وعفيف. مش البارح نبندر المترشح فاسد اونتر غيومي بما انه هرب وما واجهش تهم المنسوبه اليه لهنا في تونس، دونك بالنسبه لي يعتبر فاسد. يعني لهنا ان انا معناتها نجي نعمل بروباغندا نتاع مرشح فاسد ونجي اليوم المرشحه نظيفه الا هيئه الانتخابات ما أدانتهاش في تمويل إلا دائرة المحاسبات، محكمة المحاسبات عملت دار مقام في مقر الحزب الدستوري الحر، الحزب تقريبا الوحيد إلا ما لقاو عليه حتى شيء. البنك المركزي خرج الكونت متاع الحزب الدستوري الحر نظيف، خرج الكونت متاع رئيسة الحزب الدستوري الحر نظيف، شنو تحبوا أكثر من هكا؟ تليفوناتها وهي في الاحتجاز تعدت على 3 خبراء 3 اختبارات سكيني با نورمال، تعدت على مخابر الدولة التونسية. تعرفوا شنو معناها تعديت على مخابر؟ يعني التليفونات يرجعوا لك للتراسابيليتي متاع 10 سنين التالي واكثر. يعني المراه المخابر الدوله ما لقات حتى شيء يدينها في تليفوناتها، عطاوها الخبير اجنبي
ما سمي بخبير أجنبي تعنت فيه هيئة الدفاع متاحة. لكن رغم أنه هيئة الدفاع رفضت هذا الخبير وتعنت فيه، إلا أنه جاء تقريره بعد شهر ولا قديش، وجاء تقريره نيجاتيف لصالح الأستاذة عبير موسي. يعني حتى الاختبار الأجنبي اللي ما هوش تابع مخابر الدولة، اختبار الخاص، خرج تليفونات الأستاذة عبير موسي ما عندها حتى شيء، لا تمويل أجنبي، لا علاقات بأطراف أجنبية، لا شبهات ولا حتى شيء. يعني عبير موسي اليوم خذت شهادة نظافة من الدولة التونسية ومؤسساتها اللي هي محتجزتها لليوم بعد أكثر من 4 شهور. يعني أكثرش من هكا عبير موسي شنو تحبوا منها؟ شنو مازالوا حابين منها؟ خلنا نفهموا. تحبوها تخرج تقول اعتزلت السياسة؟ مش باش توصلوله، ماهيش باش تخرج تقول اعتزلت السياسة. ما تعرفوش عبير موسي إلا ماشي في مخه كونه عبير موسي توا سيتم مساومتها مثلا، أو ربما تتراجع عن ترشحها للانتخابات الرئاسية خاطرها لليوم في الحبس، فهذا وهم. وقالته هيئة الدفاع البارح ما يعرفش عبير موسي، إلا مش باله لعبير موسي باش ترخ، ما يعرفهاش. عبير موسي ما زالت صامدة حتى وهي في مقر احتجازها القسري، حتى وهي تطبعت مع الآلام كما تقول هي، لأنه عندها أرتروز سيرفيكال وقاعدة تعاني من آلام كبيرة في ظهرها وفي رقبتها. حتى وهي مطبعة مع الآلام، عبير موسي ما زالت شامخة أبية صامدة ولن تتراجع عن القضية التونسية. عبير موسي فتحت أخطر القضايا في تونس، قضايا الإرهاب وتمويله، قضايا الجمعيات الخيرية. عامين احنا معتصمين قدام مقر القرضاوي، يوسف القرضاوي اللي هو مفتي الإرهاب اللي على التلفزة خرج وقال حلل هدر الدم، خرج وقال اقتلوا معمر القذافي، خرج وقال تفجير النفس يمكن أن يكون ذلك إذا كان ذلك بأمر من الجماعة. ما أكثرش من هذا، هذا مقره في تونس يخدم. والحزب الدستوري الحر اعتصم قدامه عامين في ظروف منكلة بالمعتصمين، لخلونا نحطوا تيندا باش نحتميوا بها من البرد ومن المطر ومن الثلوج، لخلونا نحطوا باراسول باش نحتميوا بها من الشمس وخمسين سخانة، وقعدنا ورابطنا وعبير موسي رابطت وناضلت. علاش دعم هذا الكله؟ احنا شنو فايدتنا؟ شنو فايدتها عبير موسي انها تعرض روحها للخطر؟ خطر عبير موسي مهدد بالقتل وبالاغتيال، وهذا رسمي، هذا رسمي راهو من طرف الدولة التونسية، خبرتها وعايتت لها وعملت لها حماية شخصية. يعني مرأة معرضة روحها للقتل وللاغتيال وللتهديد وللتعنيف وهذا الكل، وتعرضت له تحت قبة البرلمان، تعرضت لقدش من مرة للتهديد، تعرضت للضرب طرف ولا ماتت. تتفكر وقت العباد تسخر منها وتقول عملت كاسك وعملت جيلي باربال وقتها ورددتها تهريج البرلمان، علاش عملته الكاسك والجيلي؟ خان وضحوا للتوانسة فرصة باش يعرفوا الكاسك والجيلي عملتهم وقت لمنوا عليها الحماية الشخصية تحت قبة البرلمان، وهي سبقوا انها تعرضت للعنف تحت قبة البرلمان. يعني انت تصر المرأة هذه تعرضت للعنف ثابت سابق، هي والنواب متاع الحزب الدستوري الحر، هذاك ساعة تمنع عليها الحماية الشخصية تحت قبة البرلمان، شنو انترتر شنو تحب؟ باش تاكل تريحة معناها؟ بشتاكل تريحة تحت قبة البرلمان. فهي بمعناها آليات شخصية هكا وخاصة، وسائل خاصة حابت تحمي روحها، وبالكاسك هذاك وبالجيلي هذاك وكلت تريحة والحمها زرق. كدير كما جاتش لابسة الكاسك هذاك في راسها نهار طلعتها مخلوف وسمارة تريحة، كدير شنو نقولوا إذا كما جاتش لابستها الكاسك والجيلي؟ هي بالجيلي والحمها زرق، دونك إذا كما جاتش لابسة كاسك راهي ماتت عبير موسي تحت قبة البرلمان في 30 جوان. يعني شفتوا انتوما توجيه الرأي العام كيفاش ينجم يصير في تونس؟ شفتوا الاستغلال الأبواق الإعلامية المأجورة والمشبوهة كيفاش ينجم يقلب معناها مسار الأحداث كلها ويجعل من المتهم ضحية ويجعل من الضحية جلادة؟ دونك هذا اللي قاعد يصير لعبير موسي وللحزب الدستوري الحر. وإن شاء الله نكون بلغت الرؤية والسردية هذه، لأنه مش محضر حد شيء، بلغتها بالأحداث اللي صارت وأهم المحطات اللي صارت. انتم يعطيكم ألف صحة على الاستضافة هذه، ويعطيكم ألف صحة على رحابة الصدر وعلى معناها تخصيص الحيز الزمني هذا لوضع النقاط على الحروف ولإبراز صوت الحق. خليني نقول نعتبره صوت حق اللي قاعد نقول فيه، ما هوش باطل، والكل مؤيد اللي عنده غير هذا يتفضل. يعني احنا التو اللي حكيت فيه الكل هذه مسارات مؤيدة في قضية الأستاذ عبير موسي في ملفاتها. واضح، يعطيك الصحة عبد السلام شقير، شكرا لك على كل هذه المعطيات. الحقيقة ماكش محضر وهكا ما شاء الله عليك ملم بكل شيء. يعيشك ملك، انتظار تطورات الجدل في ملف عبير موسي، إن شاء الله تعود تنورنا مرة أخرى. يعيشك، شكرا لك، وشكرا على كل زملائي معز وأصدقائي اللي كنا قبل في ريفات FM. يعطيكم ألف صحة، نتبع فيكم، وشكرا لإذاعة MFM. يعطيكم ألف صحة وتحية للأخت ريما جرم باش تلتحق بينا بعد شوية زيادة. يعيشك صحة، شكرا لك عبد السلام شقير محلل سياسي والإعلامي، نورتني برشا. هذا هو الأخبار السياسية اللي طرقنا لها اليوم، فاصل غناء.
به. أتمنى أنه هو لما حال الملف على الأستاذ عبير موسي والمظالم التي تعرضوا لها، يعني ساعات ولن تكفي، ساعات من التفسير والتحليل والتعداد والسرد و و و لن تكفي، لن تفيه حقه، لأنه المرأة بالحق تعرضت لعديد المظالم. لكن نتمنى أنه في الباساج هذايا نتاع 28 دقيقة تقريبا أو 29 دقيقة نكون أتيت على أهم الجوانب وأهم المحطات المغيبة كما قلت لكم إعلاميا. دونك كنت نقرا في تعليقاتكم وميم طون، يعطيكم الف صحه على التفاعل هذايا الايجابي وعلى نشركم للفيديو على بالشكل هذا الحقيقه وعدد المشاهدات المشرف. دونك هذا فيما يتعلق ب راهو كما قلت لكم قبل، احنا راهو موجودين لايضاح النقاط الخفيه على الشعب التونسي، لايضاح ولمواصله التنوير. الا اطلقته الاستاذه عبير موسي، ولا اطلق قبلها الزعيم الراحل لحبيب بورقيبه، وقاد ثوره تنويريه، ثوره عقول، عمل بها الهويه التونسيه، ليس مي هو ليدونتيتي تونيزيان، الهويه التونسيه. الا مهما حاولوا انهم يهدوها، مهما حاولوا انهم يمحيوها او يفسخوها، لم يقدروا ما قدروش الاخوانجيه باش يعملوا شيء هذايا، ولن يقدر احد على فسخ أو مسح النموذج المجتمعي التونسي البرجيبي الحداثي المدني الجمهوري المعتدل. حد من نجم يتعدى على هذه المبادئ العامة وعلى هذا النظام اللي عايشة به تونس توا منذ عقود من الزمن. وفي ربط مع الموضوع الموالي، كما قلت لكم اليوم انطلقت فعاليات الاحتفال بذكرى 2 مارس، طبعا ذكرى 2 مارس المغيبة إعلاميا الحقيقة لفترة طويلة وطويلة جدا. الذكرى الوطنية هذه لنعتبرها منعرج هام في تاريخ الحركة الوطنية في تونس، ما يحتفل بها كان الحزب الدستوري الحر. مالوروزمون الأحزاب الأخرى والحساسيات الأخرى قليل وين تسمع شكون مشى لدار عياد، هاتو نحكيو شنية رمزيتها دار عياد، باش يحتفل بهذه الذكرى. بإيجاز تنعطيكم، كتبت مقالة درنييرمون، مقالة هامة أعتبرها ومقالة سيسجلها التاريخ، اللي تعطيكم في سردية مزيانة برشا الأحداث اللي صارت وقتها، وشنو مؤتمر 2 مارس، وشنو صار قبل 2 مارس في الحزب الدستوري الحر، وكيف تعالت المطالب بعد ما جاء زعيم بورقيبه وثله من مناضلي الحركه الوطنيه و و و. دونك المقاله هذه فيها تقريبا 3 ولا 4 صفحات، ان شاء الله قبل ما تنزل المقاله هذه نكونوا على الاقل سجلناها في حقوق المؤلف حتى لا يسرق هذا المجهود، لانه كما تعرفوا مش سهل باش تعمل مقاله تاريخيه في باسلوب يعني عربيه فصحى راقي مفهوم للجميع و في نفس الوقت يؤرخ لمحطات تاريخية هامة. دونك إن شاء الله بعد ما يتم كما قلت لكم تسجيلها في حقوق المؤلف ننزلها لكم في جرائد أو في جرائد إلكترونية وفي الفيسبوك أيضا على صفحتنا الرسمية. إذا المنعرج هذا متاع 2 مارس باختصار شديد لشبابنا وللناشئة الجديدة التونسية باش يعرفوا شنو هو مؤتمر 2 مارس، هو سمي بمؤتمر البعث، احنا نعرفوا قبل كونه الحزب الدستوري كان يترأسه عبد العزيز الثعالبي، وكانت آنذاك المطالب تجاه المستعمر الفرنسي كانت مطالب لطيفة أو ملطفة لا تجد صدى مع المستعمر الفرنسي، يعني كانت المطالب في مقالات، في شكل مقالات في صحف، في طلبات كتابية إلى آخره. لكن بعد عودة الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة من فرنسا، بعد إنهاء دراسته وعودة محمود الماطري وعودة كثلة النيرة والخيرة من رجالات تونس اللي قادوا الاستقلال وثورة الاستقلال وثورة التنوير، تغيرت المطالب وتغير اسم الحزب وأصبح اسمه الحزب الدستوري الجديد. يعني بعد مؤتمر البعث في 2 مارس 1934 إلى اليوم احنا نحتفل بذكرى 2 مارس 1934 2024، يعني الذكرى 90 عاما مرت على هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وعلى هذه الذكرى الخالدة اللي كما قلت لكم بعد ما كانت المطالب ملطفة من طرف الحزب الدستوري آنذاك أصبحت المطالب ميدانية وأصبحت الطلبات بعد بتبيعة بعد طبعا بعد أن تنور قادة الحركة الوطنية في الخارج وبعد أن تتلمذوا على التنوير والأنوار وفلسفة الأنوار في فرنسا إلى آخره، أصبحت المطالب يعني تتعالى وتترافع وتواصلت إلى أن نالت تونس استقلالها وظفروا بالفوز المجيد وبإخراج المستعمر الفرنسي وبالجلاء و و و هذاك الكل تلقوه في المقالة اللي قلت لكم عليها إن شاء الله في أقرب فرصة. به
اليوم الحزب الدستوري الحر يحتفل يعني تواصل، وكأنه المسار والمسيرة الدستورية والبرجيبية متواصلة لا تموت، المشعل لا يزال في أيدي الدستوريين، المشعل لا يزال في أيدي الوطنيين. اليوم المشعل يسلم للشباب الدستوري اللي كان حاضر بقوة اليوم في مدينة قصر هلال وفي دار عياد. وهات نشوفوا مع بعضنا، ما نزيدش نطول عليكم، هات نشوفوا مع بعضنا دي باساج صورتهم لكم من هاته مش مسيرة هي، لكن مشي على الأقدام من أمام قصر بلدية قصر هلال، مرورا بالشارع حبيب بورقيبة، وصولا إلى دار عياد ورمزية دار عياد. هات نشوفوا بعض الثواني التي توثق هذه نجاح هذه هذا النشاط في الطقس هذايا والمناخ هذايا. وانا راجعين حكموا فيها عن نظار يا نهار يا نهار، حكموا فيها عن نظار يا نهار يا نهار، حكموا فيها عن نظار يا نهار يا نهار، حكموا فيها عن نظار يا نهار. شفتوا ما شاء الله الحضور في هذا الطقس هذا، يعني ما شاء الله اللونجاجمون نتاع تساترا ما شاء الله على ارض الواقع على ارض الميدان، حاضرين في كل محطه نضاليه يدعو لها الحزب الدستوري الحر، سلميين في وقفاتهم في مشياتهم في تحركاتهم، محترمين في تحركاتهم ايضا، ما تسمعوش كلمه عيب، ما تسمعوش ما تشوفوش يعني صدام مع امنيين، ما تشوفوش صدام مع مواطنين، بالعكس مسيره كانت محترمة جدا 500 متر تقريبا وصولا إلى دار عياد. يعني هذا الحضور اللي كان اليوم. لكن هات نشوفوا أيضا الكلمة التي ألقيتها اليوم بعفوية يعني في دار عياد، هات نشوفوا مع بعضنا الكلمة هذه للتاريخ ثم نعود. الدكتور عبد السلام شقير مساند رسمي للحزب الدستوري الحر، هو دستوري ابن دستوري. تفضل دكتور عبد السلام. شكرا.
شكرا كايات، شكرا لكل قيادات الحزب الدستوري الحر ولكل شباب الحزب الدستوري الحر الحاضر معنا اليوم. اليوم التاريخ يعيد نفسه، اليوم برشا أطفال وشباب تونسة بعد عملية تغييب وطمس تاريخ تونس الممنهجة منذ 2011 يعني ما يعرفوش شنية رمزية ذكرى 2 مارس وشنو مؤتمر قصر هلال وشنو المنعرج الكبير اللي مثله في تاريخ الحركة الوطنية. احنا نحاولوا بإيجاز شديد نذكروا التوانسة والنشأة الجديدة بهذا المؤتمر. قبل كما نعرفوا كان سي عبد العزيز الثعالبي يقود الحزب الدستوري وثلة من مناضلي الحركة الوطنية خرجت لتستنير، حبش نقول هجرت البلاد لا، أما خرجت لتستنير من الفكر التنويري ومن فلسفة الأنوار والتنوير وعادت إلى تونس بمفهوم جديد وبنظرة جديدة وكثرت المطالب. الحقيقة بعد ما كان الحزب الدستوري قبل كانت مطالبه معناتها مع المستعمر نوعا ما مطالب ملطفة نوعا ما والمستعمر لا يستجيب لتلك المطالب، مع الزعيم الحبيب بورقيبة وثلة من مناضلي الحركة الوطنية معناتها تعالت المطالب أكثر فأكثر وتعالت الأصوات أكثر فأكثر، ومن بعد جاءت بتبيعة دولة الاستقلال تكونت والمؤسسات تكونت مع هذه الثلة التنويرية. احنا اليوم في ربط معناها بسيط إلا ما يحتفل به حتى حد 2 مارس خلاف الحزب الدستوري الحر من 2011 يعني، ومن بعد مؤتمر 2016 خذاع على عاتقه الحزب الدستوري الحر الذاكرات الوطنية هذه وإحيائها. احنا قلوبنا توجعنا كيف نشوفه في تونس بعد 2011 مثلا في عيد الجمهورية لا ترفع أعلام الجمهورية، الذاكرات الوطنية هذه وعيد الشهداء وكأنه ما فماش شهداء وكأنه لا يعترف بشهداء الحركة الوطنية وما عندهم فقط كان شهداء متاع بعد 2011 لما حالة ربي يرحم الناس الكل، لكن يلزم الحقيقة تظهر هذا في ما بين قوسين. اليوم الحزب الدستوري الحر يواصل المسيرة متاعه، اليوم الحزب الدستوري الحر واخذ على عاتقه الذاكرات الوطنية، اليوم الحزب الدستوري الحر يقف شوكة وصدا منيع أمام طمس الحقائق وأمام طمس تاريخ تونس، خاطر عملية طمس راهي ممنهجة. يعني نشوفوا احنا أعلى أهرامات في الدولة ما يساعدهاش يتقال كلمة زمن جميل، ما يساعدهاش يتعدى روبورتاج على الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في ذاكرة وطنية، يعني نعيطوا لمدير التلفزة الوطنية نسخسخوها ونقولوا لها كيفاش يتقال زمن جميل. هذا للأسف الشديد اللي يخلي احنا كحزب دستوري حر ويخلي قادة الحزب الدستوري الحر تناضل وترابط وتشد صحيح في تاريخها وتشد صحيح في الذاكرات هذه. اليوم رمزية دار عياد اليوم من قصر هلال راهي رسالة قوية برشا. اليوم كان يقول الأخ عياد الأستاذة ماهيش معانا، لكن الرسالة الأقوى كون الحزب متماسك رغم أنه الأستاذة ماهيش معانا، يعني الناس حاسة بالمظلمة وقلوبها واجعتها بلقعت صاير الأستاذة عبير موسي، لكن مع ذلك الأمانة اللي خليتها اللي هي الحزب الدستوري الحر ما يلزمهاش تندثر، ما يلزموش يتحل. هذا حزب مؤسسات ديما نقولها في كل المنابر، هذا حزب مؤسسات ماهوش حزب أشخاص. وأكبر دليل التحركات الشعبية اللي قام بها الحزب الدستوري الحر آلاف وعشرات الآلاف تنزل للشوارع ورئيسته يعني في مقر احتجاز القصري لليوم، هذا دليل على أنه هذا الحزب راهو حزب مؤسسات. ومن هنا انبثق المجلس النيلي قبل واللي تسمى بعد اللجنة المركزية، ومن هنا انبثق الديوان السياسي اللي فيه محمود الماتري ولا فيه زعيم الحبيب بورقيبة ولا فيه ثلة من معناتها خيرة مناضلي الحركة الوطنية، ومن هنا باش يتواصل المسار وباش تتواصل مسيرة الحزب الدستوري الحر. فاليوم نحب نثمن كل من ساهم في هذا المجهود وفي النشاط هذايا وكل من أنجح هذا النشاط، ونشكر كل الشباب والشابات الحاضرين والحاضرات، ونشكر كيف مناضلي الحزب الدستوري الحر والتساترة الأحرار اللي معانا الكبار متاع التساترة، يعطيكم ألف صحة وإن شاء الله المسيرة متواصلة والمسار متواصل وإن شاء الله في محطات نضالية قادمة. سنواصل الكفاح يا برقيبة تحت، سنواصل الكفاح يا برقيبة تحت. كما قلت لكم هو الوقت الحقيقه لا يسمح والمناخ لا يسمح، لانه اون بلانير هيكم تشوفوا معناها والبرد القارس يمنع انه باش نكونوا حضرنا يعني استراد ولا كراسي ولا حاجه باش نعملوا بالحق محاضره باتم معنى الكلمه، لانه مؤتمر 2 مارس يستحق محاضرات وليس محاضره، وكتب المؤرخون في ذلك المؤتمر ودرسناه قبل في البرامج التعليميه متاعنا قبل ما تتبدل، درسنا كل هذه المحطات التاريخيه مثلا بكالوريا أداب تونس في الثلاثينات يعني فيها كل التفاصيل التاريخية والمفصلية لهذه الحركة الوطنية. يعني حاولت أنه في دقيقتين أو ثلاثة نربط ما بين المشعل قبل والمشعل اليوم اللي بيد الشباب الدستوري، وأؤكد من جديد كونه الحزب الدستوري هو هنا لحماية تاريخ بلاده ولحماية
نضالات الزعماء ولعدم الركوب ولعدم احتقار هذه الذاكرات الوطنية. لكن ما كنت نقول في درعيات بعد 2011 وبعد غزو 2011 الحقيقة لم نشاهد أعلام الجمهورية ترفع في عيد الجمهورية مثلا 25 جويلية الذي سيبقى بالمناسبة عيدا للجمهورية لا غير، مش حاجة أخرى، مهما تمت محاولة السطو عليه بتاتر على رمزيتك النهار ذاك، ذاك سيبقى يوم إعلان الجمهورية التونسية حتى حد ما ينجم ينحيه وحتى حد ما ينجم يمسحه من تاريخ تونس وحتى حد ما ينجم يغيره. كيف كيف عيد الشهداء، عيد الاستقلال لما يمنوش به برشا من اللي حكموا بعد 2011، هذم الكل. الحزب الدستوري الحر هو الوحيد الذي يحتفل ويحتفي بتلك الذاكرات، كما 6 أفريل يوم وفاة الزعيم الخالد لحبيب بورقيبة ورحيله جسدا بتبيعة لكن روحا مازال موجود، وهو كالدليل كنتوا تتفرجوا فيه توا من مدينة قصر هلال. يعني كل هذه المحطات نحن هنا شوكة وسد منيع أو سد منيع أمام كل من يريد طمس هذه المحطات وأمام كل من يريد فسخة أو مسحة من تاريخ تونس المعاصر. احنا اليوم موجودين باش نورثوها للأجيال القادمة وباش نورثوها للناشئة الجديدة التونسية وباش هما بدورهم يورثونها لأبنائهم ولأحفادهم حتى يظل أو تظل يظل العلم التونسي والراية التونسية ترفرف أبد الدهر، وحتى لا تستبدل الراية الحمراء التونسية بالراية السوداء الأجنبية الدخيلة على تونس إلا لليوم ما زالت موجودة وترتع للأسف الشديد تحت غطاء حزب سياسي معناها قانوني للأسف الشديد لا يدعو إلى إسقاط الجمهورية ولا يؤمن بذلك العلم الذي سقطت من أجله أرواح تونسية وسقوا بدمائهم الغالية تراب تونس وبدمائهم الطاهرة تراب تونس العزيزة بجبون الاستقلال. مالورزمو الصورة هذه موجودة، الكونتراديكسيون هذه موجودة، هذاك علاش احنا ماناش باش نكونوا غايبين على الساحة وماناش باش نجبدوا رواحنا وماناش باش نسلموا في بلادنا وفي تاريخ بلادنا وماناش باش نسلموا في نضالات أجدادنا جدودنا وجداتنا إلا جابوا الاستقلال لهذه البلاد. دونك هذوما تقريبا اهم المواضيع اللي حبيت نحكي فيهم. دونك ان شاء الله غدوه عندنا لقاءات اخرى وبعد غدوه عندنا لقاءات اخرى باش يكونوا كالعاده معنا ضيوف اخرين باش نحكيوا معاكم على اخر مستجدات ملف الاستاذه عابر موسي وباش نحكيوا معاكم في كل ما يستدعي الحديث وكل ما مش نلاحظ كل ما نعاينه تغييبا اعلاميا او دمغجه اعلاميه للشارع التونسي وللشعب التونسي. احنا موجودين لهنا للتنوير وللفضح وللكشف عن كل الحقائق بتبيعة باحترام شديد كما تعرفونا. ما نردوش، مش لازم نردو، ما تردوش انتم على التعليقات المسيئة، راهو ايجا نقولكم احسن حاجة هي الاحتقار. الاحتقار هو احسن حاجة للناس اللي تسب وتثلب وتشتم وتقذف وتعمل الشيء هذاك الكله. كي تحتقرهم خليهم وحدهم يمحوا يمحوا لين يسكتوا، كما حاشاكم اكل الكلاب السايبة اللي تبدأ تنبح 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 لين تسكت، تفد من بيح من بيح بلوتو تتعب من بيح ما عاش نجم تنبح صوتها يبح تسكت. دونك خليهم هكاكا ما تجاوبوا حتى حد إلا يعلق معنا باحترام مرحبا، إلا ينقدنا باحترام مرحبا، نتفاعلوا ونقبلوا النقد ونسمعوا ونسمعوا الوجه والوجه المخالف والرأي والرأي المخالف ما عندنا حتى إشكال في ذلك، لكن إلا يسبوا ويثلبوا ويستفزوا بالطريقة هذية فهذوما ما قالهم البلوك بعد ما نكملوا اللايف بتبيعة وما قالهم الاحتقار وما تدخلوش لصفحاتهم وما تتفرجوش عليهم وما تشوفوش ليزاكتواليتي متاعهم خاطر ما يستدعوش أصل إنكم تضيعوا وقت من أجل ناس لا غير محترمة في ذاتها في ذواتها غير محترمة، لأنه لا يتعداوا على شرف الناس ويثلبوا ويسبوا هذوما في ذواتهم غير محترمين، يعني ذواتهم ما لقاتش فيهم الخير، باش تونس تلقى فيهم الخير ولا باش فئة من الناس تلقى فيهم الخير، دونك أحسن حاجة هي الاحتقار، وهاكم شفتوا قداش قعدنا محتقرينهم توا لمدة شهرين تقريبا ولا أكثر، عملنا لهم بويكوت توتال، شفتوا كيفاش ما عادش معناها ما غير ما نزيد نوضح، دونك انتوما يعطيكم الف صحه على حسن المتابعه، يعطيكم الف صحه على مشاهداتكم على عدد هذايا المشرف، يعطيكم الف صحه على كل المجهودات التي تقومون بها كل بدوره وكل من مكانه وبامكانياته البسيطه. نشكر مواطنينا بالخارج الا فما شكون جاي اليوم من الخارج يعني كلف نفسه القدوم والبيي والطياره باش يحضر في الاحتفال بذكرى 2 مارس باش تعرفوا تساترا قداش هم ملتزمين باش تعرفوا تساترا قداش ما يسلموش في تاريخ بلادهم. وهذه راي سي با دونيه تو الموند، معناها انه اي انسان باش يجيك انت من فرنسا ولا من ايطاليا ولا من اي بلد في العالم باش يجي ريان كو باش يحضر دو جور ولا تروا جور احياء ذكرى مؤتمر 2 مارس، فاعرفوا التساترا راهم عرفتوا كل الحجره الصماء هذيك اللي ما تتكسرش
هما هكاك تساتر هما حجر الواد. دونك يعطيكم ألف صحة، شكرا لكل القائمين على قيادة الحزب الدستوري الحر، شكرا لهيئة الدفاع على المجهود الجبار مرة أخرى نعاود نقولها ونزيد نقولها اللي قاعدين يقوموا به نظرا لتهاتل القضايا ضد منوبتهم الأستاذة عبير موسي. دونك شكرا لكل، شكرا للجميع وشكرا لكم أنتم بوجه خاص على كل ما تقومون به من تنوير وعلى كل ما تروجونه من حلقات تنويرية، وتفاعلكم اليوم أكبر دليل. ما تنسيوش هاشتاك سيب عبير، كل ما تقوموا الصباح في ستاتيو في حاجة وين نحطوا لكم حاجة هاشتاك سيب عبير، هكم فتوا 120,000 ما شاء الله، يعني لي هاشتاك سيب عبير ولت حديث العالم. دونك كثروا في لي هاشتاك هذوكم، مستعدين نوصلوها المليون هاشتاك، ما فماش علاش يعني بلا فلوس الهاشتاك، ومناصري الأستاذة ما شاء الله مئات الآلاف، يعني نجم نوصلوها ونبلغوها المليون هاشتاك سيب عبير. يعطيكم ألف صحة، تصبحوا على ألف خير، وإن شاء الله ملتقانا في أقرب فرصة إن شاء الله.